شاركنا اليوم بمنتجات النحل اللي هي العسل السدر، عسل جديد، عسل السنقاء. هذه النبتة داخلة على الشرق الجزائري، داخلة على الغرب الجزائري، عسل سنارية جبالي، حبوب اللقاح، العكبر اللي هو مادة مضاد حيوي. والحمد لله يا ربي رانا بشي نشاطات اللي رانا نقوموا بها على مستوى المديريه. في الاستراتيجيه العامه لاعاده بعث السياحه والمسار السياحي على مستوى بوحنيفيه، كقاعده اساسيه على مستوى الولايه. بالطبع سيدي الوالي، يعني هذا هو الهدف الرئيسي تاع على مستوى بوحنيفيه، وبعد ننطلقوا على مستوى بلديات اخرى اللي عندهم ولا الضوائر اللي عندهم مواقع سياحيه ما عندهمش مرافق استقبال. يعني نحاولوا باش نفليقوا لي بوس القطب تكون بوحنيفيه كقطب سياحي. طبعا سيدي الوالي، وبعد تجي حولها السياحه الدينيه، وتجي حولها السياحه الجبليه، السياحه الغابيه، السياحه، ولكن تكون مركزه في القطب اللي يدور حوله كل هذه السياحات هي السياحه الحمويه بصفتها تستقطب الزوار من مختلف بقاع الجمهوريه وحتى من الخارج. بالطبع سيدي الوالي، وبالمناسبه في مشاركتنا في المؤتمر الاخير اللي كلفني باش نحضر فيه، اللي كانوا طرقوا للسياحه العلاجيه، يعني داروا ان جيملاج اونتخ العلاج الطبي والعلاج السياحي، يعني يركزوا اساسا على المناطق الحمويه. يعني وين نقدروا هنايا الاستثمار يكون ما بين العلاج الطبي والعلاج الحموي. هذه هي الاستراتيجيه اللي لازم تركز عليها، تركز على دو فولي. لو برومي فولي سي لا ميز ا نيفو تاع لي انستالاسيون لي موجودين، لازم يكونوا يتصنفوا ويترتقيوا في الخدمات، وبالتالي تصبح الخدمات السياحيه على مستوى بوحنيفيه تكون خدمات راقيه تستجيب للمقاييس الدوليه اللي تتطلبها السياحه والخدمات الحديثه. والشق الثاني اللي لازم تركز عليه هو انشاء وانطلاق في لا زون ديكسبونسيون توريستيك، لا زيت، منطقة التوسع السياحي اللي هي بدونها ما نقدروش نعطوا الاستثمار السياحي.